فاطمة الزهراء من الدار البيضاء. فاطمة الزهراء، الو، صباح الخير جميله. صباح النور، كي درتي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، بخير اختي، بارك الله فيك. تفضلي. نقدم لك واحد السلطه ديال البطاطس والخضر ديال بيبي. نعم، سلطه البطاطس. الو، كنسمعك مزيان. احنا راه كنسمعوكم مستمعي الكرام. يعني كنسمعكم بوضوح، يعني الحمد لله مزيان. سلطه البطاطس، انا نقول لك المقادير. الكيلونس ديال البطاطا، كيلو ونص. كيلو ديال الصدر ديال بيبي ولا ديال الدجاج. شحال ديال صدر بيبي؟ نص كيلو. بيبي ولا الدجاج اللي كاين. نعم. وضامة البنة. واحد جوج دروس ديال الثومة. 50 غرام ديال الزبدة. وجوج فرماج مربع. والزيت، شويه الزيت، الملحه والابزار، ورقه سيدنا موسى، وبصله كبيره، و100 غرام زيتون اخضر مقطع، وخمسه البيضات خضر مقطع، خمسه البيضات، وجوج دراهم ديال لي كورنيشو، وتزين. عندنا الكيتشوب، عندنا شويه المطيشه، شي خياره، ومايونيز، والخس. هذه الطريقه اختي جميله. نعم. تناخذوا الصدر ديال البيبي ولا ديال الدجاج، تنقطعوه طريفات، وتنديروه في طنجره فيها الماء، ورقه سيدنا موسى، وضامه البنه، والريوز ديال الثوم. نعم. القشور ديالهم، الرز ديال الثوم. بقشرتهم. بقشرتهم بحال اللي تطبق بهم هكا بشي كوبي شي حاجه، وتيتسر في الماء، تيتسلق داك سميتو. نعم. اذا كنديروا صدر ديال البيبي في الماء في كاسرول مع الضامات ديال البنه مع القشور ديال الثوم، الملح الابزار ياك؟ لا، الملح الابزار لا، ما نديروش معاه. لا، غير الماء وضامات البنه والثومه وورقه سيدنا موسى في الطنجره يغلاو. نعم. يتسلقوا. نعم. تنخليهم يتسلقوا، تندوزو تناخذوا شي مقله نديروا فيها شويه ديال الزيت. اذا كناخذوا مقله، كنعملوا فيها الزيت، شويه الزبده، شي معلقه كبيره الزبده، وشويه الزيت. والزيت وراس ديال الثومه محكوك. نعم. وتنقطعوا في هذيك البصله الكبيره. مع الملحه ومع الملحه والابزار. نعم. نعمل نديرهم يتشحروا. الماء اللي شاط تنديروا ملي تنشحروا البصله، تنضيفوا لها هذاك الصدر ديال البيبي، تنصفي وتنضيفوا لها من بعد من فوقها. نعم. يتشحر معاها. والماء اللي سلقنا فيه ديال البيبي، نعم، تنديروا فيه البطاطا مقطعه. كنعاود كنسلقوها فيه. باش تشرب ديك التنسيمه ديالها. نعم. ومن بعد تنحيدوها، تتكون شربات، ان خاص ديري داك الماء يبقى تيشرب في ديك البطاطا. حتى كتشرب البطاطا حتى كتشرب. تتشربوا البطاطا. وتناخذوا ديك البطاطا تنطحنوها مع شويه ديال الزبده. ومع معلقه كبيره ديال ملي تنطحنوا ديك البطاطا تزيدوا معها معلقه كبيره ديال المايونيز ومعلقه كبيره ديال الكيتشوب والفرماج كيري. فرماج مربع. مربع. ما فيها بس الكيتشوب. كيتشوب والفرماج. مايونيز. والفرماج مربع. مربع. نعم. صافي، تنكونوا اننا وجدنا صدر ديال بيبي مع البصله اللي مشحرتي على جانب، والبطاطا مطحونه على جانب. تناخذوا واحد المول دائري. كناخذوا. انا كنفضل الناس ياخذوا ذاك المول اللي ما عندوش القاعده دائره هكذا. نعم. ولا مربع. نعم. باش غير نتراسيو به، ناخذوا غير الفورما. تاخذي شي تفصيل كبير. على حسب اللي غتقدمي فيه تتفرشي فيه ذاك الخص. وتديري طبقه ديال البطاطا. نعم. مسلوقه مطيبه، مطحونه مطيبه. نعم. تتفرشيها فوق ذاك الخص. دابا ملي تديري الخس تديري داك المول. نعم نعم، فهمت. عاد تتفرشي ديك البطاطا. نعم. من بعد ملي تتفرشي ديك البطاطا تتخوي داك البيبي، داك ديال البيبي، تديري عليه الزيتون.
لي كورنيشو والبيض يكون مسلوق، خمسه البيضات اللي عطيتك في المقادير يكونوا مسلوقين. نعم. يتقطعوا طريفات من فوق داك. نعم، من فوق البيبي. من فوق البيبي ونعاود نديروا طبقه ديال البطاطا اللي شات لينا، حيت النص نديروا لتحت والنص لفوق. نعم، فهمتك. اذا وتنخوي الكيتشوب تندهنوها بحال شكل ملفاي. هكاك كتدهن. وتنديروا خطوط بالمايونيز. ممتاز. تجي بحال شكل ملفاي. وتنزينوا بجوانب بداك البطيشه وبالخيار، وتزين على حسب كل انسان كيفاش حب. نزينوها في الجناب ديالها بالخيار ومطيشه. من خيار ومطيشه وزبيتنات و وطبق رئيسي هذا ماشي سلطه. لا يعني والله لا زوين، لان في واحد المنظر. انا دابا دايره المغدى. مرحبا مرحبا بالمستمعين. عندنا فاطمه الزهراء، مشكوره فاطمه الزهراء على هذه السلطه اللي هي جميله وكتدل على الذوق الرفيع.